مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج واحد من ثلاثة على قناة الشارقة الرياضية. وهذا البرنامج أكيد راح يستمر معاكم طيلة شهر رمضان من الاثنين إلى الخميس. ويا مرحبا أكيد بالجميع، وتحياتنا طبعا أكيد للزميل خالد. وعلي وين صرت أنت؟ ويا مستعجلين أنتم، وين سايرين؟ طلعونا قاعد أصور يا ريال، أبغى كالعادة دائما متأخر علي. هداية الله يهديك يا علي. تفضل علي تفضل. يمكنكم المشاركة مشاهدينا في هذا البرنامج عبر أرسال رسالة بالاسم الثلاثي إلى الرقم 6687، وفي بإذن الله طريقة جديدة راح نضيفها للمشاركين في هذا البرنامج ولمتابعينا بالتحديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. نعم أكيد مشاهدينا الكرام، بإمكانكم متابعة حساب القناة عبر منصة الانستغرام، وأيضا المشاركة على الفيديو اللي راح ينزل إن شاء الله في هذا المساء، وكتابة أساميكم الثلاثية على في التعليقات. وخالد الحمادي إن شاء الله مع المعد عبد الرحيم الحمادي بيقومون بالسحب بإذن الله. يعني أي شخص راح يكتب اسمه أو يعلق كذلك على الفيديو اللي راح ينزل أو يرسل اسمه الثلاثة إن شاء الله، يعني له فرصة أن يتم التواصل معه. اللي ما عنده رقم اتصالات. اللي ما عنده رقم اتصالات. اللي ما عنده رقم. هذه فرصة. شو اسمه دو يعني. هذه دو مشكلة والله ما زالت. حتى اللي عنده اتصالات بعد يقدر يشارك. أكيد طبعًا حتى ده إن شاء الله. أعطونا أول مكالمة عشان ما تأخرونا، لأن دائما تأخرونا. اليوم عندنا وايد مكالمات. حلو. وايد مشاركين. أوكي. وإن شاء الله الكل فايز. إن شاء الله. سيف سلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. إيش حالك سيف؟ عساك طيب. طيب الحمد لله. إيش حالك؟ الحمد لله. تعبان سيف؟ لا 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 مو بتعبان. مو بصايم؟ لا. الحمد لله. ما أسمع. لا صايم صايم. الحمد لله لك يا شو الدليل سيف؟ الله ما شيء دليل، ما شيء دليل. شفت لا كيف تقول صايم؟ احنا نثق في متصليننا ومتابعينا دائما انهم يعني حتى ولا واحد منكم قال لي عدل الغترة، يعني ما تشوفوني كذي. الله يسامحكم. بس شوف سيف، هذه الى ربعك شو يسوون فيه؟ ولا واحد منهم قال عدل خلال التليفون، عدل الغترة شيء شايف كذي جيك. تتابع بيسبول سيف؟ شوي. حلو، عطني ثلاث لاعبين او لاعب واحد بيسبول. اسم بيسبول كرة قدم. هاي يا ريالي سيف ركز على السؤال. يقول لك السؤال يا سيف، كم شوط في مباراة البيسبول؟ البيسبول هذا اللي ميود العصاية هذا زين، واللي لابس شو يسمونه الخوذة هاي صح؟ ما أعرفها هذا، ما أعرفها. الكورة زين شو يعني؟ لو تحط سؤال عن الكورة كم شوط في الكورة عاد. أنت ما في حد حواليك سيف يساعدك؟ ها؟ ما في حد حواليك يساعدك؟ ما عندي حد، أنا ما أعرف شو هاي فوتبول. بيسبول ما تعرف شو؟ زين ما علي، أنا بسهل لك. هي المباراة 10 أشواط، كل شوط دقيقتين، يفر يضرب اللي بعده كذي. 10 أشواط أنا أقول، وأنا مو متأكد يا سيف. سيف. نعم. سيف البيسبول هي نفسها الكريكت. كيف البيسبول كركت؟ زين سلامات. انا اقول لك 9 اشواط. وانا اقول بعد 9 اشواط. سيف 9 اشواط يكفي من اسمك هذا طال عمرك، وكانك ما شاء الله عليك سيف المنسل. قول 9 بس امورك طيبه. هذا خالد يبغى ياخذ اتصالات اليوم، ترى كثيره بس ما يبغى يربع حد، انا دريبه. لا 9 ما في فرحه، ما في شيء، شو السالفه؟ وين وين هذا؟ أنا بصفر لك. تستاهل يا سيف، تستاهل. سيف السؤال الثاني. نعم. السؤال يقول لك، صدق أنا كأن دخلت عندي. أسئلة كتابية، أسئلة ملائية. كتابية سلام. أنا أقول لك دخلت عندي. ما أدري ملائية هذه من المدرسة. تونا يا سيف نحن معد جايبنا وخلنا نمتحن عربي. أنا أقول بعد شو اسمه السؤال يعني. زين. سؤالك الثاني يا سيف يقول كالتالي. لازم تعرف هاي الشخصية منه في كرة القدم. كرة القدم زين. ما اسمع، تشجع اي نادي في سيف؟
ما تابع شوي خفيف، لكن ما في نادي يشجع. وشو الرياضة؟ شو الرياضة اللي تلعبها؟ اليوغا بدل. ما عندي رياضة. اليوغا. أنت ما عندك رياضة وما عندك نادي، طالب كرة قدم ليش عيل؟ لأن قلت لي كم من شوط، أنا عارف يلعبون شوطين كرة القدم. أوكي خلاص. معناته إجابتك السؤال جاي عندي أنا. يقول لك هذا الشخص لعب في ريال مدريد والدوري البرتغالي وتدرب تحت قيادة مورينيو، فمن هو؟ أنا متأكد إنه مسعود أوزيل. لا لا، يلعب بالدوري البرتغالي، لعب في ريال مدريد، كريستيان هذا. لا أنت ركز. لا لا لا، غيره الخيارات عندك. خالد قال لك أوزيل، وأنا أقول لك بنزيمة، وعلي شو تقول له؟ كاسياس. عطنا الأندية اللي لعب لها كاسياس. اللي مكتوب. لا، شو الأندية اللي لعب لها؟ لعب المدريد. كاسياس يلعب مدريد. بعدين وين راح؟ صار الدوري البرتغالي. زين، يعني شو الإجابة؟ يعني أكثر عن كذي سيف. جزاك الله خير. كاسياس. لكن بلا، اليوم ما في اصوات احتفالات شيء. ما في سالفه، اصوات ما شيء. هدوء اليوم، مع ان اليوم سيف. يعني ثاني يوم يعني من الاسبوع. مستمر السؤال الثالث صح؟ سيف بتخسر. الضحيه الاولى راح تقع في فخ خالد. لا 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 لا، في مصيده خالد راح تقع. انا اليوم صدقني، تشوف كل الاجابات صح اعطيتها. انا اللي قلت له تسعه، وانا اللي قلت لك اسمع الرمسه يا سيف. انا اقول لك توكل على الله، انت بروحك لا تتابع لا كرة قدم ولا تعرف فلان ولا علان، صح ولا عندك فريق اصلا؟ عرف كاسياس يلعب في اي دوري كان؟ ما يبغي. تخيل ان عرف البورتو البرتغالي. ما يبغي. انا اقول لك لا، بتكمل. سيف انسحب يا سيف. انا ويا هذا انسحب. تبغى تكمل؟ لا يا ريال، جزاك الله تبغى تكمل؟ وانا اثنين زين مني جاوبت. اي والله زين انك جاوبت انت الحين. انسحب توكل على الله، افسح المجال لغيرك. خليه يكمل. سيف تبغى تكمل؟ سكر سيف. مع السلامه سيف. الو. الو، تبغى تكمل سيف؟ زين بكمل، بتساعدني؟ يلا بيساعد خالد. لا 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 لا، انا في مكان الكوره. السؤال الثالث. انت ما تسمع النصيحه، بس اعطوا السؤال. انسحب يا سيف. لا تخافون ترى المتصل، لما تقولون انت بتخسر يسحب الريال. الريال بيسكر خلاص، ارد لنا مره ثانيه. لا، فشفت متردد يعني، قلت يمكن انا سيف. انتم تمنعون الريال من فوز محقق. سيف تكمل ولا انسحب ابرح؟ الله يحفظك. الله يحفظك يا سيف. الله يحفظك سيف. خاف حليله. كوثر، كيف الحال يا كوثر؟ كوثر، كيف الحال يا كوثر؟ كوثر. أهلا يا كوثر، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أخبارك؟ كيف رمضان وياك؟ الحمد لله تمام، يعطيكم العافية. الله يعافيك. من متى تتابعينا؟ تقريبا من ثالث حلقة. من ثالث حلقة الآن تابعتينا؟ لا والله ما تابعتينا. لا، نظام البطولة منو؟ النظام المسابقات تعرفينه؟ ايه اعرف. زين، خروج المغلوب على طول. ما عندنا نحن ادوار، شو اسمه هذه؟ ما شي دور تمهيدي ذهاب وياب. ايه ما عندنا نحن. خروج مغلوب على طول، تخسرين خروج المغلوب تودعين. مع السلامة. مو مشكلة. ما بتخسرين، ما عليك. بس انت قوي قلبك، والاجابات الصح اكيد دوري عنها بسرعة. اكيد عند عيلي اللي في النص. بس هو صراحة يدلع المتصلين واموره طيبة. لا تقصدك انت. ما ادري، اعطينا الاجوبة الصح كلها. نحن ما عندنا اجوبة صحيحة. عطى علي السؤال عيل والاجابة. سؤالك يقول يا كوثر، من هو اول لاعب هندي يسجل هدفا في دوري ابطال اسيا؟ انا اقول راجو انانتال. لا، ها مو براجو، يعني اسمه راهول. ما اعتقد في اسم لاعب اسمه راجو. اسمه راهول. طباخ يا كوثر. طباخ سايق. في راجو، هذا اصلا لاعب بعد في الفريق نفسه يعني. ها علي، خيارك الثالث شو؟ قول الخيار الثالث علي. شو اسمها؟ سونيل. بس هاي شو فيها؟ لحظه شوي. سونيل تشيتري. لحظه، شو السالفه؟
شو صار؟ كوثر حد عدالك خلينا نسمع شو سالفته. اصبر شوية، فيك شيء؟ حمى شيء؟ حرارة مرتفعة شيء؟ ساعدوني انتين. لا لا كوثر منو عندك كوثر؟ ولدك؟ ما اسمع لأن ما يطلع في الشاشة بسرعة. لا لا أنت سمعين من سماعة التليفون. تمام. زين أنت عدالك أظني ولدك ولا؟ بنت أختي. بنت أختك الله يحفظها، كم عمرها؟ 3 سنوات. شو اسمها؟ دانا ولا مهرة؟ شوق. شوق شوق. الله يحفظها يا رب. زين. يا رب. خالد قال لك راهول. زين. متأكد بعد؟ 100%. 200. خلاص. خلاص راهول اللي في النص. اللي في النص؟ هي. يلا. ما في افكت. مبروك مبروك مبروك. فزتي في السؤال الأول وانتقلتي للسؤال الثاني. صفر يعني لها. وإن شاء الله أنك بتربحين ويانا في السؤال الثاني، لكن السؤال الثاني عبارة عن شو؟ عن شو علي؟ ما أدري والله عن شو عن شو هذا؟ ولا نعطيه سؤال صعب. عطها نص. أعطيها. عطها نص. آه السؤال الثاني يعني هي تقول نص كذي يعني تتخيل يعني. لا. هذا. عطى السؤال رقم 103. 103؟ أوكي. كم هدفا سجله إيغور كورنادو رفقة الشارقة الموسم؟ بخبرك مو بحصة قراية بالعربي. عطى السؤال في صيغة سؤال. أوكي. شو اسمها هي قالت؟ كوثر. كوثر. هلا تفضل. تذكرين؟ هلا والله فيك. شحالك؟ أقول لك تذكرين واحد كان يلعب في الشارقة كذيك صغير؟ تسولف ولا بتعطي سؤال؟ اسمه إيغور، كان ملعوز الأفريقيا كلها كذي عندنا الشارقة هو قاعد يلعب في الشارقة. أنا بس أعرف نص اللعيبة ما أعرفهم كلهم. كم من واحد؟ منو تعرفين؟ منو تعرفين؟ عشان ساعدك يعني. علي العليلي؟ لاعب كرة قدم؟ إيه. هي أظني تعرف واحد اسمه عبد الرحيم الحمادي. هذا مش هذا لاعب انا اعرفه. شو جاي يلعب طيارات كذي. زين كم هدف سجل؟ ها السؤال الحين. السؤال سؤالك يقول كم هدفا سجله إيغور كورنادو رفقة الشارقة الموسم المنصرم؟ سؤال تحت يمكن. انا اقول 20. ما 20 صح. لا 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 زين لحظة لحظة عطوا الخيارات عليك. عطوا الخيارات. لحظة انت كم قلت؟ انا اقول 20. انا اقول 17. خالد انا ما اقول شيء. 17. خلاص اختاري اللي تبين عيه. 17. شباب مبروك 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 مبروك. ما في شيء ما في شيء صراحه. صفق زين انت ما بقادر. شوف يوم لان عبد الرحيم مريض ما في حد شيء افكتات كذي. الله يشافي ان شاء الله. ما في شيء. كوثر رايح السؤال الثالث صح؟ لا كوثر. ايه بكمل. بتكمل. ليش على فكرة يعني لا تدفعون المتصل لأن تزرعون فيه يعني الخوف. أوكي. الحياة مغامرة روحي. راح شوي متوترة. لا توترين سهلة الصورة أكيد سهلة أنا متأكد. صورة؟ عطونا الصورة. أنت تسمعون اللي أنا. يا سلام. منو هذا اللاعب؟ لاعب بيسبول ما ادري من وين جايبين البيسبول طايحين لطيح في البيسبول. اليوم شغالين بيسبول من البارحه. سهل سهل هذا اسم اللاعب. اعطونا الخيارات. اعطونا الخيارات. كلهم الاكسات. ها اي انا هذا اعرفه هذا. هذا اعرفه يسمونه اليكس رودريغيز اكيد. علي انت شو تقول؟ اليكس جوني. هذا شو اسمه الكسندر؟ يعني استبعد الخيار الثالث كوثر اللي هو الكسندر هذا اسم العود ما تبينه لان لاعب كرة قدم الاخير. اول خيار اكيد. ايه اول خيار. يا اخوي هذا حد قاعد يغششه. يا سلام. لا هذه حد قاعد يغششه. انا بديت اشك صراحه. دورت الاجابه كلها. تعرف الاسئله اللي موجوده وتعرف الاجابه. دورت الاجابه اكيد. دورت الاجابه. مع السلامه. الله يحفظك. اكيد تخمن. لا زين عندك علي المكالمه. انا ما ادري اذا تسمعون ولا شيء. مريم من خرفة كان. مريم السلام عليك. عليكم السلام. هلا والله. هلا.
الله يعافيك يا رب. مريم تابعين برنامجنا يعني؟ هي تابعة بس يعني وبدو يوم هي يوم لا. يوم شو شفتات ماسكة عليه شفت؟ هي يوم مطرش مزري بتتابع، يوم مطرشين ما تتابع. إيه يمكن بعد. صح. إذا شاركتي الأول؟ لا. أول مرة يعني ها؟ إيه. يلا إن شاء الله ما عليه تربحين 500 وتطلعين. السؤال الرابع، الرابع السؤال لمريم. السؤال الأول. من هو رابع أنديتنا في تسجيل الأهداف للموسم 2020-21؟ الوصل؟ أنا أقول الشارجة. العين ومش متأكد أنا. لأن إن شاء الله مرة تتصلين معانا من استبعد العين. أوكي. وبنخليك ما بين الوصل والشارجة. أنا محتار بين دبي، إن دبي الحلوة ولا الشارجة هي اللي محلنها. أوكي وبعدين؟ المهم. الوصل. الوصل. إنزين. زعبيل. ثبتوا لها على زعبيل تستاهل أول مرة تتصل. تستاهل. ايه انا بتري السؤال فاز بعطيك اياه خالد. خالد السؤال عندك. مريم رحت الشلال؟ هي صرت خور فكان؟ هي زين. سؤالك ذا بيكون عن الشلال، شو رايك؟ اوكي تمام. معلوماتك عن خور فكان جيده؟ كم ارتفاع الشلال؟ هي جيده. كم قطره ماء يرش الشلال في الدقيقه؟ مفتيحة. شيء معناته ما تخمين، تخمين عادي يا مريم. 50,000 قولي أي شيء. المهم ما عليك بعطيك خيارات، بعطيك قصدي السؤال، مش هذا سؤالك أكيد. هي أكيد طبعا يعني. مش هذا سؤالك يا مريم، سؤالك يقول من هو أكثر لاعب تحقيقا للمراوغات الناجحة في كأس الخليج العربي الموسم الماضي؟ تعرفين كأس الخليج العربي؟ عارف كأس الخليج العربي. شو هو كأس الخليج العربي؟ ما يعني. بس تعرف كأس الخليج العربي بس ما تعرف. ترى مو كأس جبن اصبري. حد دخل علينا. كأس الخليج العربي، بطولة كأس الخليج العربي. أوكي. في واحد من اللاعبين هو الأكثر مراوغة. إنزين. أنا أتوقع والعلم عند الله ومش متأكد كايو لوكاس. أوكي. أنا أقول كارتابيا. كارتابيا مصاب كان. من قلت ريان مانديز. آخر جواب اللي هو ريان. ريان مانديز. متأكدة؟ إيه. ما شاء الله متابعة جيدة. لا متابع. لا والله تأخذ الإجابة من عندنا. تعرفين ريان مانديز؟ لاعب وين هذا؟ لاعب النصر. لاعب. لا وين قبل كان؟ في الشارجة. عشان يساعد. قولي له كان في الشارجة. هي كان في. زين. كان في الشارجة صح. بس شو جنسيت هذا اللاعب؟ إذا عرفتي بنعطي جائزة السؤال الثالث. شو جنسيته؟ إيه. ما أعرف. خلنا نفكر. والله لو تعصرين، تعرفين يا مريم لو تعصرين مخك ما يطلع وياك. كانت الرأس الأخضر. لو تعصرين الرأس الأخضر نفسه ما يطلع وياك أبد. هو لاعب الرأس الأخضر. المهم. مستمرة معانا مريم أكيد؟ هيهم تخسرين تراك مريم. خليك قوية ما عليك. لا لا إن شاء الله ما تخسرين. تخسرين يا مريم. شوف أنا عارف أهل خور فكان مش متعودين إنهم يخسرون. دائما فايزين. طبعا عشان كذا داقة وعارف إني بفوز. قوية خليك. عطوه عطوه الفيديو. مرمى الشباب. فهد مسعود. الوحدة. فهد مسعود. بسدد قوية وتلعب توني بيحطها في الجول. ما توني. مش فهد مسعود. جزيرة. تابعت الفيديو؟ تتابعين الفيديو انت مريم؟ هي اول مباراه بيسجل اول اهداف العادي توني. توني 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 بيسجل اول اهداف في المباراه. شفت المشجعين؟ كم مشجع كان يا آلس؟ ثلاثة أربعة. ثلاثة أربعة كل هاي الله يسامحك. سؤالك يقول يا مريم كم عدد الاهداف التي سجلها توني في أول بطولة يحققها الجزيرة في تاريخه؟ صح؟ 14. بص بص بص. لا لا غلط. 14 يا مريم. سؤالك صح صح هو. إيه. أوكي. 14. أنا أقول بعد 14 بس مش متأكد. أنا أقول 8. أنا أقول 14.
يعني مستحيل 25 اوكي او ال 14 عدل غثرته اصلا وفر الاسئله والاجوبه عشان كذي انا اقول لك لا تاخذينه 14 يا مريم 14 يمكن 14 متاكد انت 8 انا متاكد انه 8 انك كنت حاضر ومتابع يا اخي اليوم الغثره مو انا مش متاكد 14 حتى نقطة توني كان لابس رقم 14 كيف سجل الاهداف بالراس وباليد بريله بعد كيف يسجل الاهداف اوكي كذي ضبطت 14 اكيد من بيده يعني 14 تعرف كيف سجل الاهداف مريم خايف انا واحد بيده وواحد بصدره وواحد براسه وواحد بريوله وواحد بظهره وواحد بيده اوكي شو ثابتين يلا انزين 14 لا 8 8 خسرانه تراك تسوي بعد يلا خلج 8 خلج 8 8 8 لا والله خالد اليوم طيب صراحه قلت لك هالخرفكان ما يخسرون يعني خالد انا اليوم صراحه الف مبروك يعني يا مريم معجب صراحه يعني انك انت تفوز والله انا اليوم جاي وقايل بيفوز وياي 50000 متصل 50000 متصل ما بس ما منه من الغتره ايه يمكن بعد خالد شو السالفه الغتر اليوم طالع تضبط حدك وانا طالع لسيت غترتي هاي غترت علي ما شاء الله فنان الغتره والله شوف زين ماخذنا خالد زين من سيارة علي نحن زين مكالمة هذا عصر شكله راعي المكالمة زعل منك زعل المهم علي كيف أجواء رمضان معك والله طيب الحمد لله تعال ما تابع أي شيء صد أي والله ألا شيخة شيخة السلام عليك شيخة شيخة كيف الحال يا شيخة؟ شيخة خلوه كذي عشان أشوف غترتي أيوة كذي أوكي يا أخي اليوم مو ضابطة يا أخي شيخ. والله يا أخي وضعك أنت شيخة أشياء مو ضابط عندك يا جماعة أشوف كلباني كلباني صراحة أنا يعني نحن لازم نشيد بجهود المعد عبد الرحيم الحمادي من الأشخاص صراحة اللي ما يقصرون زين بس الخدمة السنة خالد ما منسقها كل سنة شباب شيخة ما حد أعطونا غير شيخة كنا نتدخن احنا المفروض ناخذ اكبر عدد متاح من المكالمات نعم شيخه حتى نهايه رمضان هلا شيخه خلاص اوكي حليت المشكله ما ادري اقول الو الو بس صوتي ما ينسمع كنا الحين صوتك ينسمع اموره طيبه بس اوكي عن حلت المشكله الحين ان شاء الله بتربحين يا اخي المشكله مش تليفونها المشكله في تليفونكم يمكن ممكن وحاولي يعني تقعين من الحصالة وإن شاء الله تأخذ لك تليفون دافع الفاتورة أنت إن شاء الله اليوم تربح اليوم معانا أزي شيخة أول مرة تشاركينا هي أول مرة وين ترمزينا من العين دار العين دار العين أوكي عارف شوي واحد تعبان لا تركز دار الحسن والعين يا سلام العين إنزين أول مرة تشاركين صح ان شاء الله بتربحين اليوم معانا 500 بس في اي مدينه اقيم افتتاح اليورو 2020 باريس روما برلين نسيت اوكي قلت مستعجلت لان هي قالت ان اول مره تشارك معانا حبيت اني اعطيها 500 عطى الاجابه عندك الاجابه عطى شيخ تستاهل السؤال والاجابات كلها عطى الاجابه الصح انت شو تقولون اعطوا اجابات خطا انا اقول برلين انت شو تقول انا اقول اي مدينه قيمه فكر بعد باريس انا قلت لك يعني بياخذون اجابات خطا يا شيخه يعني شو بقى باريس شيخه ترى نحن قاعدين نساعدك شو روما بس شوي خليك يعني روما اين تقع يعني. اين تقع روما في روما في باريس ها شيخه هذا قولي لي ايطاليا ايطاليا بس صح وين روما في ايطاليا الله يسلمك حتى المعلومه هاي بعد بينمنا كيف فرحت شيخه حلينا انت مصدق شيخه روما في ايطاليا شيخه هلا روما في وين قولي لي ايطاليا المكان اللي انتم تقولون عنه بس صح روح انت ما عليك صدقني بعطيها الاجابه الصح زين شيخه روما في وين اي مكان انت تقوله صح اوكي بالعين اعطها صوره سؤالك زين يا شيخه كالتالي
ثاني. تعرفين أول رئيس للاتحاد الألماني لكرة القدم؟ ما لي في الكرة وايد. شولت في طبخ التراث، الحضارة، التاريخ، جغرافيا، علوم، صاد، طبخ. قولي طبخ. الطبخ عاد في الطبخ احنا الثلاثة فاشلين، ما نقدر نقول لك يعني. عندك سؤال في الطبخ؟ ايه ايه فيه. شو يقول؟ مكونات شو اسمه الجيمات، مكونات شو مكونات مقلوبة، مضروبة، مضروبة. نبغي مكونات المضروبة. يا سلام يوم تشوف قدامك مضروب. ايوه شيخة، شو بلات، شو السالفة، ليش تليفونك كذي؟ ما ادري، احس صوتي يقطع عندي. صوتي يقطع عندي؟ سماعتك خربانة. زين ما افسخ السماعة يعني على اساس انه موضة يعني مركبة سماعة. لا شليت والله السماعة بس ما ادري شو السالفة. زين اوكي، شو اسمه، شو اقول لك؟ زين سؤالك يقول من هو أول رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم؟ هل هو فيرناند هوبي؟ شو؟ هذه أنا سامعها هوبي، هالمال هوبي. أنا غيرت مخارج الحروف بس عشان ما يجيب الاسم الثاني. عبد الله بعد تشوف الأسامي يعني. الخيار الثاني خالد. تيم أوف دوحين. ها؟ الخيار الثاني. كيف اخترتي الخيار الثاني؟ خبرينا، اشرحي لنا. اختي تقول لي. اختك تقول لك؟ بضيعك. وفي رمضان. في الخيار وفي رمضان تقول لك شو خطا، شو اسوي لك؟ ماكسيم. نثبت لك على اثنين شيخه؟ لا لا، فيرناند، فيرناند هوبي. بعد انتوا بعد ساعدوني. ترى وانا شو اقول لك الحين من الصبح؟ اقول لك فيرناند. هذا شو اسمه فيرناند؟ هي قولي لي اسم كامل. يا ما نبغي الخيار الاول شيخه، قولي ما نبغي الاسم. لا 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 خلت خلت زين خلت تقول رقم المتصلين ما بقى. انت علي ما شاء الله تدور لسامي طويله كذي. ديانت هوبي. ايوه هو هذا. بس وصلتي تبتولها. شيخه هلا شيخه، تعبت وبروح اشرب ماي والسبب انت بتاخذين اثمي. خلاص شلي 1000 درهم وتوكلي على الله، ما نبغيك تروحين للسؤال الثالث لانك بتخسرين. مره من ساعتك السؤال الثالث تعبتني صراحه. اول مره السؤال الثالث صعب ترى لي، اول مره اتعب في حياتي حتى. السؤال الثالث، السؤال الثالث شعارات الانديه العالميه. خليني بتوكل بجرب حظي. خالد روح بتخسرين. خلاص عند خالد. ليش ليش ما علي، مع التلفزيون شارجه ما اخسر. يلا يلا عيال شباب، السؤال الثالث الشعارات بتتحرك بشكل عشوائي ومن عندك تعطين الامر بكلمه ستوب اوقف. يلا شيخه. علي صوتك. طيب قولي ستوب. ستوب. شباب شو بلاكم علقتوا انتوا بعد؟ شباب جهاز خربان. يبونها معلقه حليله بعد تعلقون انتوا. يلا قولي مره ثانيه يا شيخه. صرخي صوت اعلى. ما لقيت. ما لقيت. هذا نادي الثور يسمونه. ما لقيت غير هالثور هذا في رمضان. والله صعب. هذا مثل شعار تقريبا خورفكا بس باستثناء طبعا الثور يعني الاخضر وكذي مقصد. شو اسم النادي هذا؟ ما في خيارات؟ الخيارات يقول لك كب كيك ولا كتشب ولا كاباتشو كاب. ايش دراني ما اعرف. زين احنا ندري انه مكتوب، هي المفروض تكون ذكيه شوي. هو مال الثيران اللي بيحكي. ايه مال الثيران، حلبة مصارعة الثيران مش كرة قدم صح؟ منو فاز منهم؟ شو اسم الثور اللي فاز؟ تعرفين شو اسم الثور اللي فاز؟ لا شو اسمه؟ شباب ما نسمع. يلا عندك شيخة. شيخة صح؟
شيخة عندك 15 ثانية تجاوبين فيها، إذا انتهت ال 15 ثانية وما جاوبتي بتودعين. التايمر شغال. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. شو ما استوى شيء، ما استوى شيء، ما استوى شيء. انا قلت بيطير صاروخ شيء شيء كذي بيطير والله. ما جاوبت ولا قالت شيء. وينك يا شيخه؟ مكتوب كلبه وترى قلت. ها؟ كلبه تقول؟ ايوه. ها كلباو قلت. كلباو؟ يا تقولوا انتم ما تسمعوني. شو اسم النادي؟ خلاص كلباو نشوف. زين نشوف، خلينا نشوف شباب. اسم الفريق كراسنود. شو؟ كرانسو كرانسو دار الروسي. الإجابة الصحيحة أصلا. يعطيك العافية شيخة، ربحتي ويانا 500 درهم وخسرتي في السؤال الأخير. صراحة تعبتينا شيخة، والله سامحك تعبتينا. نقول لك خذي لك 1000 درهم وتوكلي على الله. تعبتينا ونشفتي شو اسمه هذا. شوفي خالد حصلت صحيحة على الزاوية حليلة وشادة الظهر بخته. ما قلت لها سي السؤال والله. أنت ما قلت لها صح؟ لا هي شادة الظهر بخته. أختها قصت عليها، قالت لها رمضان بنروح نتشرى وعيد جاي بنروح نتشرى. أنتوا أعطيتوها الإجابة الغلط، المفروض كنتوا تساعدونا إذا تفهمون الإجابة الصح. إيش عرفنا؟ إيش عرفني بهذا يا ريال؟ زين إحنا نحفظ اللي عندنا بعد، نحفظ مال غيرنا بعد. عطنا المكالمة اللي بعد. خالد عندك. عايشة السلام عليكم. عليكم السلام. إيش حالك يا عايشة؟ الحمد لله بخير. حوالك الأهل موجودين عايشة؟ عندي أختي وأمي وبنتي. زين عايشة أنت الحين يجمع الله يهداك، حوالك أختك والوالدة، إحنا مسيرتنا كلها رياضة، شو دراها هم مساكين؟ مسويين فين؟ يعني وين الأشقاء؟ وين الوالد ممكن يساعدك؟ مو مشكلة، كل واحد يفتح على جوجل وعلى السؤال على طول. إيه مهم. والله ما بيقصرونهم. ما يهمك ما يهمك، الأسئلة سهلة عموما يعني عايشة. ان شاء الله. ما دام كلكم متجمعين على منو يسوي فطور طلبات. زين سؤالك يا عايشه يقول متى اقيمت النسخه 23 لكاس الامم الافريقيه؟ عندك تعرفين كاس الامم الافريقيه؟ والله ما اعرف شو هي كاس الامم الافريقيه. زين اكتبي اكتبي السؤال في جوجل بسرعه. لا 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 تكتبين، بنعطيها الإجابة. يلا ما عليه، بنعطيها الخيارات. بعطيها الإجابة. يلا من تعرفين بس قبل كأس الأمم الأفريقية؟ ما تبغي تعرف، هي تبغي الجواب وخلاص. عايشة تسمعيني؟ عايشة نحن أول شيء بنعطيك الخيارات، حاولي تختارين الإجابة الصحيحة. خالد إيش تقول؟ تمام. أنا أقول سنة 2000. مش متأكد. وأنا أقول سنة 2002. وأنا أقول 2070. ها يلا خلونا نشوف خير الأمور. شو وقتها؟ 2002. 2002 ولا 2002؟ 2002. تفتونا على 2002. أنت خليك معانا وبتفوزي. عايشة هلا. لا ترقدين لا ترقدين، باقي نص ساعه بيخلص البرنامج، نبغى حماس. وين امك؟ شيء كذي يعني صوت اوكي. منو بياخذ ال 500؟ منو بياخذ ال 1000؟ منو بياخذ ال... لا انا باخذهم. انت باعتهم جمعتهم مع الفاضي بس. يمكن الرساله هي طرشتها واسمها. زين فما يستوي يعني بعد تشارك الكل بس البيت. بس ساعدونا تراهم فاتحين جوجل. صدق بعد حتى احنا نساعدها انت تعطينا. لا طبعا يالك. سؤالك يا عائشه الثاني كالتالي، تعرفين ملعب سانتياغو برنابيو؟ لا. تعرفين ملعب لا قبله شو 190؟ تعرفين كنتي موجوده 1894؟ لا وين. ما اعرف سؤالهم قبل 1894 لعبوا كره سله بأي نوع من الكرات؟ يعني هذا أنا بعرف منو هذا مية بالناس. أنا أتوقع قبل 1894 كانوا يلعبون بعظام وادم بجمجمة يركضوا بها. 1894 الدنيا كلها يعني أنا أذكرني هذيك الأيام كنت أشوف يعني كلها حروبات ودنيا. لحقت على هذيك الأيام تراني يعني مقاتلات. إيه يعني أنا تراني
يعني ترى قديم جدا قديم. يعني 1800 يعني كنت داخل حروب كثيرة. كفو. أنا أقول كرة المضرب، كرة الصغيرة والمضرب. يا الطائرة يا القدم، لأن المضرب وايد صغيرة. زين عشان تسهل يعني أمر ال ال. أنا أقول كرة اللعبة. الطائرة. يعني الطائرة ولا القدم أنت تختارين صح؟ إيه. إنزين. شو ثبت لك؟ ما بتساعدوني؟ سيري مع انت شو مقتنعه بشو باي اجابه مقتنعه بها؟ يمكن الطائره؟ نحن صراحه خلاص قررنا خالد اي واحد بيدخل كذي راقد ما بنساعده، انا ما بساعد حد زعلت. لا ما يشتو يعني حتى الطائره صغيره. هي شوفي كره الطائره وزنها خفيف، كره القدم اثقل، فعشان كذي كره القدم يفضل يعني كرة القدم. كرة القدم قالت كرة القدم، عطوها توكل على الله. ليش شباب؟ ها عايشة، عايشة لا تكملين. عايشة مبروك، ربحتي ويانا الحين 1000 درهم. تواصلين ويانا ولا تنسحبين؟ لا بواصل بكمل. تواصلين ويانا ولا بتخسرين؟ ما عليه. لا بتستمر. شفتي قبل ليش تخسر؟ قبل ما تصل شفتي شو استوى فيها؟ يلا بسم الله اعطوها السؤال الثالث. ممكن انها تفوز يعني. زين اعطوها السؤال الثالث. السؤال الثالث شو؟ صورة. عطنا الصورة شو تخوفنا؟ اعطونا الصورة. اوكي. اين الكرة؟ طلع. هاتي مسطرة. اثنين. ومنقلة. اثنين او ثلاث. وقلم رصاص. شوفي اعتقد ثلاث. فيزياء. على فكرة يعني ماشي الصورة. اثنين يمكن. أنا بعد أقول اثنين. ها شباب أعطونا الخيارات. واحد اثنين لا توجد كرة. اثنين. إلا لو ماسحين الكرة. شو تتوقع خالد؟ رقم اثنين. خالد شو تتوقع؟ اثنين أنا أتوقع. وعلي؟ والله ما أعرف. هل توحقني عقب بتقول لي أنت قلت لي؟ لا ما أنت شو تتوقع من خبرتك وخبرة السنين؟ أنت كنت لاعب كورة كبير يعني. يعني أنا تحب أتواضع يعني، لا يمكن أقول لا توجد كرة. ها؟ ما أدري والله. عندك 15 ثانية يلا. يلا شباب. اثنين. تايمر شغلوا لك، ترى إذا وصلتي صفر خلاص محطة القطار راح تفوتك. واحد اثنين لا توجد كرة، يلا يا عايشة. ما اعتقد ان في هذا. لا توجد. انت اختاري سرعه. اختارت قالت لا توجد. لا توجد كره. يلا بسم الله. يا سلام يا عايشه. سمعتي عايشه سمعين رمستي انا بدون اي مساعده. سمعتي يوم قلت لك قال لي من خبره السنين قلت له لا توجد كره. اذا سمعتي كلام خالد بتخسرين. مع السلامه. السلام عليكم. يعطيك العافيه. مبروك. اعطيهن امك 1500. هي تستاهل. ايه مو بتقولين والله ما شو اسمه الحركات انا نعرفها نحن. انزين مع السلامه. خالد قال انت اليوم ما ترمس. انا اليوم ماخذ دورك اشوف منك. خالد تعبان. خالد عنده موضوع اليوم شاليله زرع قدام البيت. يا جماعه خلوا خالد يزرع قدام البيت يبي يجمل البيت يبا. خالد اخوي ترى الحمد لله تستلم معاش وامور طيبه. يا اخوي ارمس. يا اخوي الحمد لله. ارمس ما عليك. عندنا مكالمه جديده ومتصل جديد نادر من ابو ظبي. خير جابر. زين ايش فيكم؟ اهدوا شوي. عصبوا علي. جابر كيف الحال؟ بخير الحمد لله. شو اخبارك؟ عساك طيب؟ بخير. جابر انت ما شاء الله الجماعه هنا اللي في الجاليري من قلت انا اسمك غلط عصبوا علي. مسامحني انت؟ سامحني. انت جابر ولا يابر؟ يابر. يابر اسمه. حتى هم غلطانين اسمه يابر هم قالوا جابر. شفت كيف؟ اقول لهم ايه مثل ما قالوا له. زين يابر تتابع الكوره؟ ايوه تابع. لحظة. ها. في اسمه يابر؟ إيه؟ نعم في. غير جابر؟ إيه؟ انا عمي يابر. إيه؟ انا اللي اعرفه جابر. في جابر وفي يابر. واللي اعرفه اسمه الجمعة. ما في شيء اسمه الجمعة. لا اللي عارفه اسمه شو يسمونه؟ جامة مو شيامة. يامة. اما شوية لف الكلام هذا ما اعرف انا. خالد.
الفيديو لنا الحين بعد نشوف مواقع التواصل الاجتماعي خلاص مو بضحك. يابر سؤالك يقول متى حدث لحظة متى تم افتتاح ملعب سانتياغو برنابيو؟ هل هو في عام 1974 47 او 47؟ هذا كم عمرك يابر؟ عمري 15. 15 العمر كله ان شاء الله يابر. صايم انت؟ ايوه. اكيد اكيد. يلا قول اول خيار. 1947. 47 يستاهل يستاهل. اعطى 47. يابر شو رايك تاخذ لك 500 درهم وتسكر وتوفر على عمرك خط وتروح تجهز تقري قران لين ما ياذن؟ انا اختي بنشارك. انت واخيك؟ اختي اختك تستاهل. زين تستاهل خليهم يشاركون علي. اوكي بس شرط 500 حقك 500 حقها. اوكي اوكي شباب اعطوا 500 وخلوه يسكر. 500 حقه و 500 حق اخته. لا 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 يبقى معلومات الولد عادي بكمل. زين سؤالك الجاي يقول خالد عندك. ما اسمعه خالد عندك. في حد من العائله موجود؟ صوره مشكله ما اعرف. لا لا سهله 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 سهله. ما اسم هذه البطوله يا يابر؟ ما في خيارات؟ في خيارات. انا اقول لك كوبا امريكا. وعلي اي وحده اسهل اليورو ولا كونكاكافو؟ كونكاكافو. ها ها اليورو. تعرف شو اسم هالبطوله؟ لا ما اعرف. اسمها كونكاكاف اتحاد امريكا الشماليه. هذا هو صح. يستاهل تستاهل يا يابر. شرطه جابر. يلا يابر مع السلامه. استمر بيستمر معنا. لا لا ما بي. لا لا تستمر يا انا. لا لا ما يابر استمر الرجال يا خلوا الولد. يابر تستمر يا انا. يابر اليوم في الاصوات صراحه فيها شيء ترى نحن مو قادرين. لا اظني قط ولا قادرين حتى احيانا صوتكم ترى. انهى المكالمه يابر. يستاهل فاز ويانا. خالد وفاء سلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا وفاء؟ الحمد لله. انت عاملين ايه؟ الحمد لله. تابع البرنامج من زمان وفاء؟ من ثاني حلقه. ما اسمع. ايوه معلوماتك الرياضيه جيده؟ جيدة جدا. مصري خليني افكر. حياتك فزتي بشيء؟ لا بس لقيت حاجات. ما فزتش بس لقيت. شو؟ احنا عندنا واحد يعرف يتكلم اللهجة المصرية زين. علي عندك منه. غيرت والله. اعطيني علي الكلباني. ازيك يا علي؟ ازيك يا وفاء؟ منور الدنيا اقسم بالله. ايه الحلاوة دي؟ منور موجودك يا وفاء. انت عرفتيني يا وفاء. ده اصله من الصعيد. اصلا كمر عارفك. لا لا هو صراحه من المنوفيه يعني. وفاء انت كلك وفاء اصلا. اشكرك وفاء. انا صراحه دام اخترتيني يا وفاء ده انا يعني حساعدك ان شاء الله. بس هتساعدني يعني اول رايت كله صح مفيش حاجه غلط. ما انت تمري يا وفاء. ده احنا تحت هي هذا تحت امرك يعني. بس بسيطه ما تستصطصطص. تستصطصطيش. اوكي زين 111 متى حدث اطول شو متى حدثت اوكي متى حدث اطول مباراه في تاريخ لعبه التنس؟ 2009 او 2012؟ انا ما السؤال ما علي. مشي السؤال صيغته شوي. السؤال مت اطول مباراه في لعبه التنس حدثت في تاريخ لعبه التنس؟ اوكي كانت في عام 2010 وانا مع خالد. متأكد كانت خالد؟ في عام 2010 واستمرت 11. إيه؟ حدث اطول مباراه في لعبه التنس. التنس عارفه التنس؟
تنس طبعاً. تنس الأرضي اللي هو نادال. أيوة شو اسمها اللعبة المصرية مال التنس؟ عارفين الشربيني؟ في لعبة مصرية في التنس. انت الحين تبون تفوزون ولا تبون تطفروا في حليب؟ لا نبغى نعرف نعطيه تاريخ الرياضة. ما تبغي رياضة وفاء قولي 2010. لا من غير ما تقول لي الاختيارات وانا احكي لك قصة حياة المباراة اصلا. شو تقول؟ لا مش عايزين نعرف، احنا عايزين 2010 صح؟ هي في 2010 صح؟ 2010 ايوه بس 2010 2010 عيش 2010 اللي هي كانت ويمبلوند 2010. هذه المباراة استمرت على مدار 3 أيام، كانت بواقع 11 ساعة وخمس دقائق، كانت بين الأمريكي جون إسنر والفرنسي نيكولاس ماهوت. هاي طبعا معلومة حطها المعد، نحن لازم نذكرها عشان يعني أنا تابعت المباراة بالمناسبة. أنت بس تابعها؟ ما عندي شغل يالس تابعت المباراة هذه أنت يا وفاء؟ لا بصراحة ما تابعتهاش، ما كنتش فاضية وقتها. كانت مش فاضية وقتها مش فاضية. زين عطى سؤال اللي بعده. سؤالك خالد عندك؟ عندك عندك. عدد الميداليات التي فازت بها الصين في أولمبياد بكين 2008، تخيلي بكين والصين وميداليات أولمبياد، فعندهم أكيد أكبر عدد من الميداليات حققوها أكيد يعني هذا الشيء. بس أنا متأكد من إجابتي ومستعد أقول لك الألعاب اللي فازوا فيها 95 ميدالية. أنا أقول 100 ميدالية. كيف دام أنها حين وفاء أنا أقول 51 ميدالية. ها؟ 51. لا لا اقول لك الخيارات كلها ما فيها واحد. غيري نطاق البحث. هذا انت مو تدورين في جوجل، تدورين في مكان ثاني. يقول لك اكبر عدد. وفاء ما انت عاوزه تسمعي كلامي ولا ايش؟ اسمعي كلامي يا وفاء. اسمع كلامك. اسمعي، ما نحن نقول اكبر عدد من الميداليات يا وفاء. يعني بسألك سؤال الحين. الليلة دي ما فيش نوم يا وفاء. اختاري لمية يا وفاء. الحين لازم تعصر عمرك عشان اتكلم يا خالد. طب يلا قول لي انا اقول لك 100. اقول لك 100. 100 ها وفاء. مدري خلاص. ها وفاء. الو. ايوه نحن وياك نسمعك. شو تختارين؟ 100. 100؟ ايه اوكي وفاء. اصفر لك وفاء؟ يلا. وفاء يا اخت وفاء، نحن مش يعني يعني ايش كيف يعني كذي بطريقه ما اعرف شو يعني اعبر لحظه. حاول تقولها باللهجه المصريه. يعني نحن قلوبنا يعني مع مصر كلها. قلوبنا نحن بنحبكم كثير قلوبنا كبدة اسكندراني. يا وفاء ويا وفاء ألف درهم حلوة تشيلينها وتخلينها في جيبك. لا 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 أول مرة في حياتي الحين يا وفاء. لا لا كملي إني لك من الناصحين يا وفاء. سيبنا كمل، عايزة ألعب معاكم. عاوزة تلعبين معانا؟ أيوة العبي معانا. العبي معانا. أعطوها السؤال الثالث. يلا صورة نشوف وياك الصورة هذه يا وفاء. وفاء يقول لك في أي رياضة يحترف هذا اللاعب؟ سهلة. تنس أرضي. تنس أرضي. أوكي. أنا أحس إن التنس أرضي بعد. تنس أرضي. بادل تنس. أي رياضة يحترف؟ سهلة. يعني أنت. انت شو تشوف؟ ايوه معاك تنس ارضي. يعني انت لحظة وفاء عاوزة تلعبي معانا ولا ايه يا وفاء؟ ايوه بلعب معاك. اوكي صابر شوية غششني بقى. اوكي انت شوفي اقول لك المفروض انت مصرية وفاء؟ طبعا انت مصرية. المفروض انت اللي تغششينا مو احنا اللي نغششت. ما انا غششك بس غششك ايه بس قول لي. كم نسبتك في الثانوية العامة؟ 93.4 أدبي. ما شاء الله عليك. كم؟ 93.4. والله لو أنا ب 93. أنت أنا الحين يمكن يعلق الشهادة في راسه. أنت وفاء
تعرفين بان ان علي ياب 53 وللحين يحتفلون به من 20 سنه. تايمر تايمر شباب. اوكي اوكي لحظه. بادل بادل تنس بادل. وفاء وفاء الحين في لعبه انشهرت حلوه مثل بادل تنس، شو رايك فيها؟ مثل بادل تنس؟ ايه ايه يعني نثبت لك على بادل تنس يا وفاء؟ ايه ايه بادل تنس. والله يا وفاء انت قدع وشاطره يا وفاء، والنبي تسلمي لي على مصر وعلى اللي بيحب مصر وعلى الاهل والجيران كلهم، وده انا مشتاق لكم يا وفاء، ومع السلامه يا وفاء. الله يسلمك. حياك الله يا وفاء. عورت حالجنا وفاء. ترى على فكره عادي يتكلمون اخواننا المصريين وشقانا يعني يتكلمون عادي، بس انا ما اعرف ليش انت علي يعني زغت نفسك كذي. هو هذا مال انا اتكلم مال هذا شو اسمه مال الصعايده للنهارده انا شو اسمه. اوكي مني بالعيد بقى. من اوكي عايشه فاطمه عندك عايشه كيف الحال فاطمه اسفين يا فاطمه فاطمه كيف الحال؟ تمام الحمد لله بخير، ايش حالكم؟ الحمد لله الله يسلمك، ايش حالك؟ منورين ما شاء الله الشاشه. بنورك. طول بعمرك يا فاطمه. فاطمه. نعم. تبين سؤال عن الرياضه؟ ولا عن الفضاء؟ ولا عن الرياضه؟ عن شو؟ عن الرياضه. في سؤال عن رياضات الدفاع عن النفس تبغين عند خالد؟ لا اكيد رياضيه صح فاطمه؟ إيه رياضية الحمد لله، وأنا دائما أشجع يعني ممارسة الرياضة للجنسين الرجال والنساء لأن لما فيها من بعد علي بيقول فوائد. لكن الحين سؤالك سهل، في فلوس مو في لياقة صحية ولا بدنية ولا هم يحزنون. سؤالك يقول يا فاطمة لعبتي كرة قبل؟ لا ما لعبت كرة. تابعتي؟ أتابع. حلو، موجودين حد من الأشقاء يساعدك في الأسامة ولا بروحك أنت يعني تقدرين تجاوبين صح؟ عمي الجوجل. العم جوجل. عفو. يقول لك ثالث أكثر لاعب مراوغة في دورينا الموسم الماضي هو لاعب الوصل فابيو ليما. لا 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 لا، لا. أنا أقول إيغور كورنادو. الوصل يعني عندهم أغنية حق شو يقولون أوه فابيو ليما. هو بعدين لا 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 هو. شو تشجعين انت فاطمه؟ انا شرجاويه طبعا. يا شرجاويه يعني كيف متى فاز الوصل على شرج؟ ما فاز اوكي. يعني في الموسم اللي توج فيه فريق الشارقه بلقب الوقت قاعد يداهمنا فاطمه. في الموسم اللي توج فيه فريق الشارقه بلقب الدوري تلقى خساره وحيده كانت امام الوصل. صح. شباب ما اسمعكم انا اذا تكلموني. فابيو ليما. فابيو ليما. اوه فابيو ليما. ايه فرحه فرحه تستاهل. زين غني هذه الاغنيه فاطمه. صايمه صايمه. ما علي حتى انا صايم. اوه مو بغنيه هذه كلمات عادي. اوه فابيو ليما. اناشيد رياضيه. ما تعرف يقول لك مشجع لنادي الشارقه. يلا قولي فاطمه قولي. مشجع لنادي الشارقة مش لنادي الوصل عشان تستوي يعني يمكن تحول الوصل. زين فاطمة سؤالك الجاي. توكل. اسم النادي الذي نتج عن دمج الشعلة ونادي الناصر والهلال. بسيطة. عجمان. خالد. أنا أقول العروبة. تعرفين نادي العروبة؟ نادي العروبة. مش العروبة اللي موجود في الفجيرة، كان فيه في عروبة في الشارقة. تعرفين هالشيء ولا لا؟ لا. كان في نادي العروبة في إمارة الشارقة قبل لا يتكون قبل لا يكون في نادي الشارقة. بس مش من المعلومة هذه. علي انت شو تقولها؟ المحيط الأطلسي من لا لا قبل عجمان. عجمان. تقول عمان. عمان بعد؟ ايه في شيء يقولون عمان دار الامان صح؟ دار عجمان. عجمان عجمان عمان هم ما يقولون عجمان جابر في بس عمان ما شيء عجمان عجمان شيء شغلونا اخبار شيء جديد خبر عن عمان. عمان شو تقولين فاطمه عمان ولا عجمان؟ عجمان عجمان والله عجمان. كلهم قالوا عجمان الا انا قلت عمان. انزين يعني ما ادري تحويل هذا الجيم لياء بنبحث عنه والله. عمان عادي ممكن تكون يعني لهجه او
ثقافة أو موضوع معين يعني بس. أوكي. عمان. فاطمة أول مرة تشاركين أنت صح؟ إيه. إنزين ترضين بألف درهم؟ لا. ولا طماعة؟ أنا لو مكانك ويتم. بس أتوكل. شوفي فاطمة أنا لو مكانك. لا 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 في خبر عاجل. أين تقع الكرة؟ أنا أبري نفسي. شوفي فاطمة. لا 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 سؤال تسأله بسيط. أين تقع الكرة؟ اصبر اصبر. فاطمة أنا لو جتني الفرصة وشاركت في مسابقة يعني أحب إني أنا أروح لأبعد نقطة ممكنة. لا أنا ما أحب أنا حتى ربحت. حتى لو كان ممكن إني أخسر كل شيء يعني. حتى لو تخسر روحك. أنت ما بتقصرون معي. حياة مجازفة. أين تقع الكرة؟ أنا مالي شغل. بعدين تقولين علي ليش ما غششتني؟ بعدين تزعلين علينا. زين لحظة سؤال سؤال علي. أنت في حياتك ربحت شيء؟ ما ربحت من كذي أنا فرحان لأن هي حصلت ألف. زين أنت فاطمة ربحتي شيء في حياتك؟ وراحة ما ربحت شيء بس. خلاص وين إذا ربحتي ذا؟ خلاص شلي لي فراوحي. لا لا بتفوزين ما عليك. اخر متصل هذا قاعد اطول اللقات. شوف اخر متصله اخر متصل هي عطوها سؤال سهل عشان تفوز. لا تضبطوني يعني صح عطوها سؤال سهل عشان تفوز. زين انا ايش اسوي اذا منكم يقولوا لك زين شو رايك فاطمه انت تسالين السؤال اذا ما قدرنا نجاوب عليه نعطيك الجائزه نحن. ايه ايش رايك سؤال تراثي اختاري اللي تحبين. يلا اوكي ولا في الطبخ. يلا يلا في الطبخ وشطار نحن في الطبخ. قولي يلا قولي تبغي سؤال الجمل؟ لحظة خلا جهز أنا أجوبة أدور الجواب. أعطينا سؤالك فاطمة شو كان؟ سؤالي؟ إيه طريقة المجبوس. طريقة المجبوس؟ يا الحين بسوي لك مجبوس الحين الله يهديك قلت لي سؤال صعب سهل المجبوس طال عمرك. مقادير يعني مثلا كركم عيش ومجبوس. إيه عيش ومجبوس صح كركم وبزار زارو لو كركم. لا لا سهل سهل. خلنا نعطيها السؤال نحن. يلا انا ما تحب تروح السؤال الثالث. زين من عندنا حتى سؤالها كان سهل يعني. بنعطيها يعني شو المكبوس؟ كيف البسبوسه؟ قولي ستوب او قف. انا بقول قف وبروح. سؤال سهل سؤال سهل. كيف؟ كيف اقول لك قف لا يقف؟ قف. قول ستوب ستوب اعلى اعلى صوت اعلى لا تقول انقف كل شيء ستوب يلا قولي مره ثانيه اعلى اعلى والله هذا مش هذا طلع مره اعتقد روسيا منشق لاند باخ والله ما ادري ما في خيارات اعطوها خيارات اي نادي هذا اعطوها خيارات يعني حاولوا تعطونا خيارات ساعدونا شويه بعد انت حاولي تدورين يعني بعد تشغلين يعني تسوين سيرش انتوا بعد اعطوني اختيارات سان بطرسبرغ الروسي اذا قربوا لنا شو النادي هذا بس روسي نادي روسي روسي نادي روسي سبارتك موسكو صح سبارتك موسكو شو طلع عندك ستار؟ والله موسكو شيء موسكو بارتك موسكو الروسي لا 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 انا اتوقع روبن كازان اتوقع لا لا سبارتك موسكو متاكد؟ على كلام سبارتك 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 روحي روحي فاطمه بسرعه الوقت خلص مال البرنامج بسرعه خطا خطا موسكو موسكو صح 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 سبارتك موسكو لا 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 مش اسمه روبن كازان روبن كازان اتوقع لا 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 سبارتك موسكو تاسس قبل روبن كازان قبل 100 سنه تاسس روبن مع السلامه شفتي مبروك بس ويانا ب 1500 درهم اقول لك فاطمه شو اسمه انا كنت ادور الاجابه الصحيحه يوم ربحتي خالد وين كاميرتي انا لحظه انا فرحت لك جدا يا خليك 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 اوكي اول ما ربحت اول ما ربحت تعرفي خالد شو سوى قال عورة قلب انك ربحت كنت متاكد من الاجابه الصحيحه يعطيكم العافيه مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لنهايه حلقه اليوم باكر في نفس الموعد ان شاء الله في امان الله